بعثة عريقة تميزت بتاريخ حافل في مهمة الحج منذ تأسيسها إلى اليوم، حيث تعنى بالإشراف على الحجاج الكويتيين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها من قبل دخولهم إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى وقت مغادرتها. هاشتاغ شكرا بعثة الحج الكويتية تصدر قائمة الترند على موقع تويتر أمس، حيث شكر المغردون من خلاله بعثة الحج الكويتية وجميع القائمين عليها لمتابعتهم لشؤون الحجاج الكويتيين، ومن ثم تلبية جميع احتياجاتهم لأداء هذا الركن العظيم بكل سهولة ويسر. المغردون أشادوا بجهود البعثة ممثلة بجميع وفود الوزارات المشاركة والمرافقة للبعثة، وفي مقدمتهم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي على جهوده واهتمامه البالغ من خلال تنسيقه ومتابعة شؤون الحجاج وتقديم جميع الإمكانات اللازمة لهم.